انتقل مباشره الى المداخله. لا يقول احد على ان مؤسسه سيكودي التي بحث عويل بتجربه منفرده ساهمت في اقلاع النسيج الجمعوي باقليم الناظور. لها تجربه مدنيه متميزه. سيعرضها علينا الاستاذ زكريا بن يحيى رئيس مؤسسه سيكودي الناظور. تفضل. مشكور. شكرا سيد الرئيس. مساء الخير. أود في البداية أن أتقدم بالشكر العميق إلى جمعية إبداع الثقافة والتنمية على هذه الدعوة الكريمة. سعيد بتواجدي معكم وبتواجدي إلى جانب الأستاذين الكريمين السي محمد بولعيون والسي حمد عرب. هذا الموضوع حقيقة موضوع ذو شجون يحيلنا دائما النقاش فيه على عدة زوايا يتداخل فيه ما هو اقتصادي سياسي سوسيولوجي ثقافي. مهما حاولنا أن نحيط به من جميع الجوانب لن يسعفنا على الوقت ولا مبدأ التخصص المعرفي من صحة التعبير لن يسعفنا في ذلك. لذلك فستكون مداخلتي منحصرة في طرح واقع تراجع الفعل الثقافي للشباب، محاولا التركيز على مسألة تراجع الفعل أو فكرة التطوع، الأسباب والانتظارات أو التحديات. تراجع الفعل الثقافي للشباب هو واحد الواقع اللي يمكن نقوله على أنه واضح وجلي وأي واحد ممكن أنه يلمسه من خلال العزوف ديال الشباب. قلت عزوف الشباب عن مواكبات وأنشطة ثقافية، وبعض الأحيان ونكون واقعيين أنه لولا جهود المنظمين واتصالاتهم وإلحاحهم على الأصدقاء والمقربين الحضور لكان أو سيكون الحضور على رأس الأصابع، عددهم على رأس أصابع اليد واحدة، رغم ما يمكن أن تخصص من دعاية للحدث على مستوى الصحافة أو وسائل التواصل الاجتماعي إلى غير ذلك. أيضا هناك نسجل عزوف الشباب عن القراءة، وهذا الموضوع يحيل على أزمة الكتاب أن الشباب أضحى لا يقرأ. هناك أيضا حضور ضعيف على مستوى المعارض، معارض الكتاب. هنا حضور الشباب لا يقتصر أو عزوف الشباب لا يقتصر فقط على مسألة استهلاك الثقافة، بل يمتد إلى ما هو أكثر من ذلك، المشاركة الفعلية في المجتمع المدني الثقافي أيضا ضعيف جدا، لا على مستوى التسيير ولا على مستوى الانخراط ولا على المستوى. وبمناسبة التطوع أعرج لأتحدث عن تراجع فكرة التطوع في المغرب في الآونة الأخيرة، بعدما كان هذا التطوع يعد ركيزة أساسية في العمل الجمعوي. كاين بعض الأرقام اللي حديثة نسبيا. فالعمل التطوعي الرسمي في المغرب، معناه الرسمي الذي تؤطره أو المؤطر من طرف الجمعيات والمنظمات، يمثل واحد النسبة ضعيفة جدا، ما كيتجاوزش العدد المشتغلين في التطوع في المغرب 54 ألف متطوع. وإلا جينا نقارنوا هذا الرقم مع بعض الأرقام وبعض الإحصائيات في دول أخرى، كاين هولندا كاين 815 ألف متطوع، رغم أن العدد ديال السكان فوق 15 سنة هو أقل من المغرب. الجارة إسبانيا 1,300,000 متطوع. إذن هذه الأرقام تعبر عن نفسها،
سيما وان التطوع اليوم ولا واحد المؤشر من مؤشرات التنميه اللي كتقاس بها الدول. اذا فما الذي حدث يعني بين الامس واليوم، بين الفتره التي اعقبت استقلال المغرب اللي ضروري توقفوا عند واحد الورش اللي كان متميز، واحد التجربه اللي ملفته، التجربه ديال ورش شق طريق الوحده في صيف 1957. هذا الطريق اللي كان الهدف من الانشاء ديالو الربط ديال شمال المغرب الوسط ديالو بالجنوب ديالو، وعرف واحد التعبئه شبابيه كبيره، واستطاعوا الشباب ذاك الوقت انه يفجروا الطاقات ديالهم ويعودوا نفسهم على خدمه الوطن. لا شك ان الشباب في ذاك الوقت كان عندهم واحد الالهام، كانوا المثقفين هما الملهمين ديالهم، كانوا متاثرين بمثقفين مغاربه بعد الاستقلال. هاد المثقفين كانوا كيلعبوا واحد الدور، كان عندهم وعي استباقي في تحليل معطيات الواقع، كانوا منخرطين في تقديم البدائل بطبيعه الحال في واحد الخصوصيه في واحد الزمن كان انتعشت فيه الايديولوجيا. كان هناك نقاش كبير بخصوص التنازع بالمشروعيات، كان هناك نقاش حول نظام الحكم الاصلح والاجود في المغرب، معنى ان هاد المثقفين المغاربه كانوا يمتلكون مشروعا ثقافيا وسياسيا بتحالفات وبتدافعات واضحه. وكان كذلك هاد جزء كبير من هاد الرجال من هاد المثقفون كانوا في نفس الوقت كانوا رجال سياسه، كانوا يمارسون السياسه. ولا ادل على ذلك سي بوالعيون عارف هادشي، ان كانت واحد التجربه ديال الملاحق الثقافيه، ملاحق الثقافيه في الجرائد الوطنيه الحزبيه كانت في العالم، في الاتحاد الاشتراكي، في التحرير، في المحرر، اعتقد في البيان، البيان اليوم. هاد الملاحق وضعت او كتطرح واحد مجموعه ديال الاشكالات الثقافيه، الملفات الثقافيه، وحركات النقاش السياسي والثقافي. وما نساوش كذلك الدور ديال المنظمات النقابيه في تحريك عجله الثقافه انذاك. وفي ظل هذا الوضع يعني كان حتى الشباب لا يتوانى عن حتى القبول فكره التعرض للاعتقالات او التعرض للتعذيب في سبيل او كفاتوره للدفاع عن الافكار ديالو. يعني ما كانش كيتوانى انه كان مستعد انه يضحي من اجل الوطن ومن اجل الافكار ديالو، الشيء اللي اعتقد ما يمكنش نوجدوه اليوم. فما الذي تغير؟ فعلا هناك لان تطرقت مع قضيه المثقفين، فعلا ان المثقفين تراجع دورهم بشكل كبير بعدما كانوا يطلعون بادوارهم في قيادة المجتمع، في تأطير الشباب، في إيجاد الحلول للمشاكل والتعبير عن تطلعات الأفراد، لم يعودوا يقومون بهذا الدور، يعني انسحبوا حتى من الحياة العامة، فأصبح صوت المثقف يعني خافت في علاقته بالشأن العام، وتعود المجتمع على هذا الفراغ اللي تعتبر أخطر فراغ يهدد المجتمعات. كذلك القيم الكبرى للمؤسسة للتماسك اللي كانت تعتبر خيط مرجعي تدهورت وحل محلها، قيم اللي هجينة، قيم هجينة تتقدمها لا قيمة. يعني ساد واحد الانطباع في وسط الشباب على أنه لا يوجد ما يستحق الاشتغال ولا ما يستحق الفعل بدون مقابل. هذا التراجع في موقف المثقف المغربي يمكن نعتبره واحد الخساره كبرى. كذلك غاب الاهتمام بالجانب الثقافي في برامج الاحزاب السياسيه اللي ولات عندها اولويات اخرى على المستوى السياسي، برامج انتخابيه السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي. تحول اخر عفو المجتمع المغربي
بفعل التطور ديال يعني التطور الطبيعي ديال نمط الانتاج الراسمالي. المغاربه يعني او الانسان المغربي اللي كان في واحد الوقت يلاه بالكاد يوفر او يسعى من اجل توفير حاجياته الاساسيه، ولا واحد المستهلك اللي كيستهلك بافراط وواحد الشكل سريع في واحد السوق اللي كتغير المنتجات ديالو بسرعه وكتدفع به بالجد مشروعه وربما غير مشروعه باش يوفر الشروط الماديه اللي تمكنوا من الصمود لوقت طويل في واحد السوق استهلاكي اللي كيدمر حقيقه يدمر الجيب، رغم انه يحقق واحد النوع ديال التباهي الاجتماعي وهذا موضوع اخر. ومع هذا الهجوم الاشهاري اللي كيدغدغ رغبات الافراد وكيدفعهم للشراء بواحد الشكل اللي كبير بزاف، ويبدو ان حتى الشركات الكبرى نجحت في اغواء العقل الباطن. ومن هنا يمكن نقول انه برز التفوق ديال المجتمع الاستهلاك المهاجم على المجتمع المدني اللي اضحى ينكمشوا باستمرار. هذا الشيء اللي ولد واحد النزعه فرديه خلات من الناس يعني اكثر انانيه اكثر انغلاق على انفسهم. انا كنحيل على واحد الفكره ديال ابن خلدون اللي ديما ربط بين المجتمع اللي فيه الترف والمجتمع اللي كيميلوا الافراد ديالو اكثر للانانيه. متغير اخر حملته التكنولوجيا الحديثه اللي ادت الى انغماس الشباب في الادوات التي تقدمها التكنولوجيا، وسائل التواصل الاجتماعي والبرامج الترفيهيه اللي كتحتويها الهواتف الذكيه، اللي خلى الشاب او الشباب مهووسين بها الى درجه الادمان، ولا واحد المسافه مع الوسائل التقليديه وسائل المصادر التقليديه للثقافه، وحتى الملكه ديال الفكر والابداع بدات كتراجع مع تغيير المنظومه القيم وانماط التعبير عن الشباب. اذا ما هي التحديات والانتظارات؟ ممكن انني اختزل كل ما تحدثت عنه بخصوص تراجع الفعل الثقافي لدى الشباب في مساله الافتقار الى مشروع ثقافي مجتمعي. كنفتقروا بين المسائل اللي خلات التراجع هو اننا نفتقر الى مشروع مجتمعي ثقافي، فكيف لنا ان نؤسس لهذا المشروع؟ اعتقد وهذه وجهه نظر خاصه اننا في حاجه الى ثوره ثقافيه الدرجه الاولى تسلح الانسان المغربي بالقيم الانسانيه الاصيله، وكتقطع كتعلن واحد القطيعه مع واحد المجموعه ديال المسلمات. هذه الثوره ما يمكنش نحصرها يعني في المدرسه مهما اوتيت من امكانيات، ان لم تنخرط معها الاسره المجتمع القوى الحيه المثقفين وكذلك ادوات الدوله. اذا في هذه الثوره الثقافيه لابد يعني من المهم ان نقرن التربيه بالمواطنه وان نحدد مدلولها، واولها ان المواطن مهما بلغت درجته هو شخص عنده حقوق وعليه واجبات، ولا يتاتى لن يتاتى ذلك الا اذا كان لهذا المجتمع واحد الطموح جماعي باش نوصلوا لهذا الشيء. إذا ما كانش هذا الطموح راه ما يمكنش شيء نوصلوا نوعوا بهذه الامور، وباش ماشي فقط ان يوعى بها ولكن حتى يسعى ويتجند البلوغ هذه الغايه اللي ممكن في هذه الحاله ان يحملها ذو العزم من ابناء الامه. هذا الطموح الجماعي هو اللي تيرسخ شعور بالانتماء المشترك ويعزز بناء الدوله. إذ من العبث أن نتحدث عن إصلاح المنظومة التربوية إذا لم يكن لدينا طموح جماعي
بالإيمان بأمة جامعة ودولة مؤتمنة على عقد جماعي وقيم مسيحية. إذن مفتاح كل هذا الشيء يعني تنهضروا على المشروع ثقافي مجتمعي هو الإجابة على واحد السؤال وجودي، من نحن وما الذي نريده. علينا أيضا أن نسلم بأننا كنعيشوا في واحد المرحلة ديال الحتمية التقنية، وهي واحد القدر اللي لا مفر منه ويجب أن يؤخذ في محمل الجد، لأن هذه المرحلة الانتقال إلى الثقافة الرقمية راه مهمة بزاف. الرقمنة بحد ذاتها واحد الحدث كنعتبر واحد الحدث ثقافي بالمفهوم الواسع للثقافة، وأمر ما يمكنش ناخده فقط واحد الزاوية اللي سلبية أو لم ديك الزاوية ديال الصراع بين الإنسان والآلة، بل خصنا نفكروا بالعكس في البحث عن التقارب بين التقنية والثقافة في إطار الحفاظ على القيم الأخلاقية المعيارية في المجتمع. غنختم المداخلة ديالي يعني ضروري نتحدث عن التطوع، تراجع ديال ثقافة التطوع، يعني التحديات في هذا الباب. أعتقد أن التطوع لابد له من المأسسة، لابد أن نمأسس لهذا التطوع، لابد أن نوفر الضمانات القانونية والاجتماعية للمتطوعين باش نحفزوهم ينخرطوا أو يآمنوا بهذه الثقافة ديال التطوع. ضروري أن المتطوعين الشباب يكون عندهم حق في التغطية الصحية، في التعويض عن حوادث التطوع، على الأمراض اللي ممكن تنشأ أثناء أو بمناسبة التطوع، الحق في التسجيل في صندوق الضمان الوطني للضمان الاجتماعي، لأنه ما يمكنش المتطوع اللي جاء باش يعزز القيم ديال التضامن غادي توقع عليه مثلا حادثة أو كذا ويجي المجتمع يعطيه بالظهر. يعني لابد أن هاد المتطوعين يكون عندهم ضمانات اللي باش ينخرطوا بكل أريحية في التطوع، كذلك الحق ديالهم في تطوير المهارات ديالهم والقدرات ديالهم الاجتماعية عن طريق الخضوع لدورات تكوينية لتسهيل اندماجهم في سوق الشغل مستقبلا مع إعطائهم الأولوية في ذلك، يعني في التوظيف والتشغيل. إذن آمل أن أكون قد وفقت في معالجة بعض جوانب هذا الموضوع. أشكركم على حسن الإنصات والتتبع، شكرا لكم.